يا باشا الدنيا لا تليق أن تكون جزاء لك. عارف الدنيا بكل أموالها يا أخويا، بكل أموالها، بكل نسائها، بكل مناصبها، ما تليقش إن هي تكون جزاء ليك. لأجل ذلك ما جعلها الله لا لأنبيائه ولا لأوليائه ولا لعباده الصالحين، ما جعلش الدنيا ليهم. صح ولا غلط؟ صح يا ابو امشي؟ ليه يا احبابي؟ لانها هينه على الله، والله اذا اراد ان يكافئ يكافئك بسلعه واحده بس. الملك له سلعه واحده بس، سوق الملك له سلعه واحده بس. سيدنا النبي الذي قال عنها، قال رسول الله: الا ان سلعه الله، ده مين اللي بيقول كده؟ يا جماعه اللي بيروج للسلعه دي سيدنا النبي. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم المثل والشرف والقدوة. بتشوف الجماعة بيقولوا اثنين ونص اثنين ونص، عارفهم أبو شاكر؟ أي تخش العتبة اثنين ونص، سبعة ونص، 14 ونص، 15، بيعمل إيه ده؟ الراجل ده بيعمل إيه؟ الله بيروج للسلعة. صح بابي؟ سيدنا النبي هو اللي بيروج لسلعة الملك. سيدنا النبي كان من شعاره يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يعني ايه قوته دي؟ يعني عم الشيخ نعيشه في الفقر؟ لا يا اخي، كم من فقير متجبر. الفقر انت فاكره حلو؟ لا والله، اسال الله ان يغنينا من فضله وجوده وكرمه. كان النبي يستعيذ من الفقر، صح ولا غلط؟ كان النبي من دعائه صباحا مساء يقول: اللهم اني اعوذ بك من الكفر وال، عارف اخو الفقر، اخو الكفر من أخوه مين؟ التوأم بتاعه، المولودين مع بعض، الفقر يا أحبابي إخوان. لكن في شتان بين أن تقول بدعوة النبي: اللهم أحيني مسكينا، ده مين كان بيقول كده؟ وأمتني مسكينا، وعايز إيه تاني؟ واحشرني، أحيني مسكين، موتني مسكين، يوم القيامة اجمعني مع المساكين. مع أن يا أحبابي إخواني في الله المساكين ليسوا هم يعني أدوات جذب، بل أدوات نفر. الناس ينجذبون إلى المساكين ولا ينفرون منهم. صح مش سمعت الراجل زمان كان يقول يا أحبابي: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من؟ أصحاب شاكر، إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس اجري. يا معلم هي ناقصة فقر، صليته على رأسه، هو بيقول كده. أسأل الله أن يجمعنا مع النبي. سيدنا النبي يقول: اللهم أحيني مسكينا. عارف ليه؟ ليعلمنا ويربينا أنك تنتصر على نفسك وسعة. أصلك ليس الفقر، ليس المسكين اللي هو الذي لا يجد قوت يومه، ده في تعريف المصطلح. لكن المسكين هو الذي قد استغنى بالله رب العالمين، استغنى بالله. مش معنى ذلك أننا نكره المال، لا، خطأ. ما بنيت الدعوة دعوة النبي إلا على المال، ما فتحت بلاد المسلمين إلا بالمال، ما اكتسى الفقراء والمساكين إلا عن طريق الايه؟ وما طعم الفقير وما كسي العريان إلا بالمال. لكن نكره المال الذي يصبح حاجزا بيني وبين رضا ربي. هذا هو المال، بئس المال. لكن المال الذي يقربني من ربي مرحبا به. لما ولا وقد قال النبي محمد، اسمع: نعم المال الصالح للرجل، بس مال صالح ينفع مع مين؟ مع رجل صالح. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم.